لا لا راه غير عبر برا الضيقه العاليه اشوف واش يدخل الصندوق معنا شوف واش يدخل الصندوق لا مازال إذا دائما معكم في هذا البث المباشر لحظة تشييع جثمان الجمال الدركي شاهد الواجب الوطني متابعينا الكرام. إذا كل نفس ذائقة الموت إن لله وإنا إليه راجعون. لحظات جد مؤثرة متابعينا الكرام ومشاهدينا الكرام. لحظة دفن جثمان الدركي جمال اللي توفى أثناء محاولة إنقاذ أبرياء في المنطقة ديال زاكورة بحضور لا كوميسيون من الدرك الملكي بطبيعة الحال اللي جاوا أكيد لأنهم داروا مجهودات جبارة مع الأسرة ومع العائلة. شوف ليه شوف الراس ليه شوف ليه شوف القلب ليه معلم اخويا ضرب الفوق
ضرب شي شويه هذا الخبز هذا فوقاني فوقاني ماشي شايش. متابعينا الكرام، حضور وفد رفيع المستوى من رجال الدرك الملكي هنا لتشييع جثمان الشهيد جمال لي توفى وهو كيدافع على العلم الوطني على الابرياء ديال جبال زاكورا اللي كانوا محاصرين بالثلوج في هذه المشاهد المزلزله والمؤثره من قلب المقبره ديال الكلات بجامعه سيدي محمد بن يوسف بطبيعه الاقليم ديال صفرو. لحظات الاولى ديال الوداع للشهيد الأمة جمال، فإن لله وإن إليه راجعون. الان كيحاولوا يقادوا بطبيعة الحال يعني القبر ديال الشهيد جمال. كنشاهدوا الان الاخ ديالو يونس اللي كان معنا قبل قليل، لحظة ديال التأثر ديالو. يونس اخ جمال اكيد. غنرجعوا بعد لحظات من خلال بث مباشر اخر متابعينا.